الأمتار الأخيرة يا بابا 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 الله 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 مبلش 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 الخنجر في الدوحة الخنجر مع ابناء الدوحة مع ابن جبران تهانينا والناموس لمالك مبلش على هذا الفوز والانتصار. بخيت بن محسن بن جبران تستاهل فوز عالي ومبلش بأشواط الرموز الليلة. تستاهل خير نداك الله يوفقكم. عالي وش سلالته ومشاركاته قبل الليل؟ مشاركاته سبق جايين خامس عن رمز العام وسبق في أشواط النقدي ومسجل أفضلتين في الشوط الرئيسي في الطائف. مبلش جاي رابع على الرمز العام قبل العام وفي رصيد السبق. نعم وش سلالات هالقعدة؟ أما مبلش سلالته مبلش السعدون ولا مهجنة وأفضلتين؟ لا أفضلتين عالي. عالي نعم. سلالة عالي؟ عالي سلالته فراق وهد عز الجيش و بعيرنا وبيعنا على اشري. نعم الله هو منتاجنا. الفوز الليله برمزين ايش يعني لك؟ والله يعني شيء كثير. رمز الدار يقول الدار يعني شيء كثير يا ابو اشكرك اشكرك بالفوز انا مسلم انت هدي هدي له دعم الشعار الوالد سامي جبران ونحب الشعار من جبران بيضل وجهك. شكرا جزيلا وجهك يا ابو بريه.